إذا كانت السلطة الفلسطينية لا تريد أن تغضب الآن والمسجد الأقصى يستباح، فمتى ستغضب السلطة الفلسطينية؟ أنا أعتقد أنه لم يعد للسلطة الوطنية الفلسطينية دور وطني بالمطلق، وأم المعارك يشهدها العالم كله، والشعب الفلسطيني يقدم القرابين من أبنائه فلذات أكباده، مهج القلوب الرجال والنساء في ملحمة بطولية على أرض مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نلوم العرب ونلوم المسلمين، والسلطة غائبة عن هذا المشهد إلا من بعض الاتصالات هنا وهناك، وهذه الاتصالات لا تسمن ولا تغني من جوع. أضاعت السلطة زمنا كبيرا من تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي تجري وراء هذا المجتمع الدولي الكاذب، وحتى بعض الدول العربية التي لم تعطي السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني سوى الوهم.